ويعد معاون الأمن أحد الكوادر الأمنية المستحدثة بهيئة الشرطة لدعم العمل الشرطي، وتم استحداثه منذ 6 سنوات وفقا لقرار جمهوري، ويقضي مدة الدراسة في معاهد معاوني الأمن عاما ونصف العام، يتلقى خلالها كافة التدريبات والعلوم النظرية. هؤلاء هم معاون الأمن، فئة شرطية جديدة مستحدثة في مجال العمل الشرطي، أثبتت كفاءة وفاعلية. فمنذ 6 سنوات أصدر رئيس الجمهورية قراراً بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة، كان من ضمن طياته استحداث عنصر جديد في هيئة الشرطة أطلق عليه معاون الأمن. نجاح التجربة ديت شجع الوزارة إن هي تبدأ بإدخال العنصر النسائي في فئة المعهد معاون الأمن، وبالفعل الحمد لله تم تخريج 3 دفعات من الإناث واضطرينا لتخريج الدفعة الرابعة. كان نفسي من زمان إن أنا ألتحق بالشرطة النسائية، الحمد لله ربنا وفقني إن أنا لقيت حد قال لي على معهد معاوني الأمن. كان ليا صديق مقدم في الدفعة اللي قبل كده، ولما لقيت حياته اتغيرت عن الحياة المدنية في بنيان جسمه في شخصيته في معاملته مع الناس، حبيت إن أنا أقود التجربة. يشترط أن يكون حاصلاً على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها. مدة الدراسة 1.5 عام، يتلقى فيها الدارسون والدارسات التدريب الأساسي لرفع لياقتهم البدنية والانتقال بهم من حياة مدنية اعتادوا عليها إلى مرحلة أخرى عمادها الانضباط. يكتسب فيها معاون الأمن مهارات متنوعة تؤهلهم لمواجهة التحديات الأمنية في كافة المجالات. كما يتلقى الطلاب تدريباً تخصصياً في مجالات العمل الشرطي المتنوع تؤهلهم للالتحاق بالعمل في جهات شرطية محددة وبكفاءة عالية، وهو ما يسمى بالتخصص الوظيفي. طالبة بتخرج من هنا عندها استعداد إنها تشتغل في أي مكان، وعندها استعداد إن هي أي حاجة اتعلمتها هنا إن هي تأديها برة وبكفاءة أكتر كمان. وخلال فترة الدراسة يتلقى الطلاب تدريبات نظرية إلى جانب العملية، وينظم لهم الندوات التثقيفية ويتلقون العلوم الشرطية. كل حاجة كانت بتفيدنا في المحاضرات وكانت بتوسع جدا من ثقافتنا، التعامل مع الجمهور وفي التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة واللغة الإنجليزية. بانتهاء فترة الدراسة يتم توزيع المعاونين على كافة قطاعات الوزارة لأداء عملهم. يترقى معاون الأمن في 6 درجات وظيفية، ويستفيد من كافة الخدمات الاجتماعية والصحية والمادية التي يحصل عليها أعضاء هيئة الشرطة، ليكون معاون الأمن وبحق إضافة حقيقية لمنظومة العمل الأمني. بمهاراتهم وتدريبهم وما اكتسبوه خلال فترة دراستهم للمساهمة في حفظ الأمن والنظام. دايماً نزيل، طمني دايماً أولادك يا بلدنا شباب، وعيوننا بتسهر على رحمتك.